السلام عليكم الشباب، معكم محمد من قناة جوان جيمر. أتى لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. سأتمم مهام خاصة ببراين، وهيا لنذهب يا شباب. المهمة الرابعة على ما أعتقد، هذه المهمة خاصة بالبيك سموك. حسنا، اسم هذه المهمة جرين جين بينجن. براين: هي سموك. Hey baby, look, don't take so serious. رايد حيدري: رايد رأى إنه مجرد أحمق. حسنا، لقد أتى سويت. الآن لقد طلب منهم مساعدة. سيذهب لمساعدة بعض الأصدقاء، وهم عصابة السيرفي، حيث أن طلب سويت يمكن يساعده ضد العصابة المكسيكية، عصابة لوس باريوس أستيكاس. اوكي نيكا، ليتس بونس. سويت، ليتس جو تو سبلاي دي سيفير. حسنا يا أصدقاء، سأركب معه في السيارة. حسنا يا شباب، هذه العصابة التي الآن سنذهب لزيارتها هي عصابة يلبس أفراد اللون الأخضر مثل عصابة كروف ستريت، حيث أن تلك العصابة يا شباب هي تلك العصابة تتحد مع عصابة كروف ستريت، وستصيران عصابة وحيدة وقوية لمعركة مع عصابة الباز. ولكن المشكل أن بعد مغادرة السجل المدينة ستحدث مجموعة من الخلافات بين هاتين العصابتين، مما سيتم افتراقهما. لكن سويت حاول مرارا وتكرارا الجمع بين هذه العصابتين، لكن بدون جدوى. وكما رأيتم في أحد الحلقات، لقد قاموا ب كانوا يحاولون قتل سويت، إذا كنتم تتذكرون، عندما كان سويت برفقة فاسد في هذا المكان. وسيطلب من السجل الحضور لمساعدته. أولئك العصابة هم عصابة سيرفي، أو لا أعرف ذلك الاسم تحديدا. حسنا، لقد وصلنا إلى المكان، أرادوا مساعدتنا ولقد وصلنا. سويت: هاي دير دير ديار، إنهم هنا. ها هم. سويت: وي كان تراست توس فول. قال: لا يمكننا أن نثق في هؤلاء الحمقى. هاي احضر، أغلق فمك يا ولد. قال لهم سويت: نعم يا صديقي، يمكنك الاعتماد علي. حسنا يا أصدقاء، هيا حضروا نفسكم للمعركة الكبرى. حسنا، سيذهبوا للعراك مع العصابة المكسيكية لوس فاريوس أستوكاس. حسنا، إنهم هنا. براين قال له: ستذهب من الخلف، وهم سيذهبون من الأمام مباشرة للهجوم عليهم. حسنا، الآن سنقوم بما أمرنا به سويت. حسنا، اذهب. سأقوم بمباغتتي من الخلف، وهكذا سيحصرون وسيهزمون على أيدينا بسهولة، وهذا جيد. حسنا، علي أن أكون حذرا. حسنا، والآن هلو مكسيكان بوسيس. أوه، كيلت مكسيكنز جيم. حسنا، سأقضي عليهم بكل صورة. هيد شوت كذلك. أيها الأحمق، جيد. أو ذلك الأحمق يحاول قتل سويت. قضيت عليه، ستندم أيها الأحمق. هيد شوت. نقصت الهيلث الخاصة بكثير يا شباب. بقي واحد،
لا، هناك شخص آخر استدعوه من الجهة المعاكسة. أوه، لم يبقى شيء في الهيئة الخاصة بحسن، سأقضي على الآخر. أوه لا، إنه يختبئ. أوه قضيت عليه، جيد. أوه الحمد لله. جين هي سويت اسبكت مان، قال له احترام لكم ولأصدقائك. حسنا هذا جيد. أوه كانت هذه مهمة صعبة جدا يا شباب، كانوا ما يرون في التسديد. سنقاد هذا البيكس مخبر الفضاء، حصلنا على 600 دولار. أوه كانت هذه مهمة صعبة جدا يا شباب، لكن لا بأس. كانوا يقتلونني. أوه لا أصدق، لقد امتلأت الهيئة الخاصة ببراين. حسنا يا شباب، أتمنى أن يعجبكم هذا المقطع. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة. أستودعكم الله الذي لا صدى ودا، ونلتقي في الحلقات المقبلة إن شاء الله.